أمي ومراتي وأختي الثلاثة موجودين في القاعة النهاردة، وللأسف واحدة فيهم على الأقل بتتعرض للعنف. مش دي أفضل معلومة أنا حابب أقولها لهم ولا أقولها لكل الستات والبنات اللي موجودين في القاعة؟ وده مش رأي أو تجربة شخصية، للأسف الإحصاء بتقول إن واحدة من كل ثلاث ستات على مستوى العالم بتتعرض للعنف بشكل ما. طبعاً إحنا مصر بلد الريادة، بلد الحضارة، فإحنا في الأرقام الأعلى. المنطقة بتاعتنا كلها فيها 37% من الستات بيتعرضوا للعنف بشكل ما. الفكرة التقليدية اللي بتيجي في دماغ أي حد إنه العنف عبارة عن ضرب أو إيذاء أو تكسير، بس العنف ده نوع واحد، ده عنف جسماني. أنواع العنف التانية، في عنف جنسي، وده المقصود بيه اي علاقه بين شخصين بغير رضا طرف فيهم. النوع الاكبر العنف النفسي، والمقصود بالعنف النفسي ان انا ممكن من غير ما المسك ولا اقرب منك اذيك، اوجعك، اضايقك. الارقام المصري حسب الاحصاء بتاعت مركز القومي للتعبئه والاحصاء بتقول انه ده النوع الاكبر. فوق 40% من أنواع العنف اللي بتحصل للستات أو للبنات في مصر هو عنف نفسي. العنف الجسماني تقريباً 30% والعنف الجنسي حوالي 12%. طيب، ممكن حد يفكر إنه الأشكال دي من العنف بتحصل في الناس اللي بتنزل، بتخرج، هي لابسة ضيق، هي بتتحرك، هي بتتعامل مع الناس برة، فالحل المنطقي نتجوز ونقعد في البيت، صح؟ ونصون نفسنا من العنف. مع الأسف العنف أسوأ في البيت. العنف في البيت ممكن يكون بكل الصور دي، وممكن يكون ساعات بشكل صادم بالنسبة لبعض الناس إنه في حاجة اسمها اغتصاب زواجي. الفكرة البسيطة في دماغنا عن الاغتصاب حاجة عنيفة، مكان ضلمة، بس حتى وإحنا جوه الجواز العلاقة بين الراجل والست بغير رضاها ده اسمه اغتصاب. ممكن في ناس تفكر انه الاغتصاب الزواجي والكلام الصعب اللي احنا بنقوله ده على فئات معينه. الناس اللي موجوده هنا النهارده كلها ناس متعلمه، مثقفه، مليين ابلكيشنز. انا شخصيا الحمد لله من يومين اخدت دكتوراه، فانا بعيد عن الحاجات دي. بس الحقيقه انه حتى انا في بعض الاوقات ببقى عنيف وانا مش واخد بالي. الارقام دي إنه في كل سنة 2,400,000 وقعة إيذاء جوه البيت، واللي بيبلغوا 75,000، وفي جاب كبيرة جدا. أنا مش من ضمن الناس دي، أنا ماليش دعوة بيها. أنا الحمد لله مراتي ست لطيفة، سترونج اندبندنت وومن، تشتغل، تتعلم، تاخد بالها من البيت، تعمل حاجات كتير. فالفترة اللي فاتت كان عندها امتحانات، فكنوع من أنواع التغيير قررت إنها تعمل حاجة بالنسبة لها نوع من أنواع الترفيه. أنا هنزل أقص شعري عادي. طبعاً أي حد هيلاحظ إنه علاقتي بموضوع الشعر طفيفة تماماً، أنا ماليش أدنى علاقة بيها. ماشي، هي بتحب ده. اللي حصل إن هي رجعت وهي في حالة صدمة رهيبة، إنه هي غمضت لحظات تراجع مادة، فتحت عينيها شافت شكل حد مختلف تماماً. أنا ابتديت أستخدم حس الدعيرة، الرجل المصري فاني. ابتديت استعيد كل ذكرياتي مع كل الناس اللي قصت شعرها قصير في السبعينات والثمانينات والمذيعات والفنانات، وفاهم ان انا بلطف عنها، فاهم ان انا كده بمشي الامور بهدوء، بس الحقيقي ان انا اذيتها، والحقيقي ان انا وجعتها، والحقيقي ان انا زعلتها. مش مكان اقول اسف لان انا قلت اسف بحته ثانيه، بس الفكره ان انا مش جاي بس النهارده اتكلم عن حواديتي الشخصيه. انا ليا وش النهارده بتكلم بيه ان انا راجل، وليا وش تاني ان انا طبيب نفسي. كطبيب نفسي انا بشوف اقرب تعريف لشغلانتي زي الناس اللي بتقعد في الباك ستيج النهارده. في مشهد بيتشاف وفي كواليس بتحصل. كواليس في بعض الاحيان فيها حاجات لطيفه جدا. السبيكر اللي لسه طالعه قبلي كانت سعيده وفرحانه وطايره. بس مش كل الكواليس عامله كده. بنسمع حاجات كتير بتبقى بالنسبه لكم مفزعه واحنا بنسمعها كل يوم. فمثلا على ذكر العلاقات وعلى ذكر الجواز، كتير بنسأل حد متجوز بقاله 15-20 سنة هل
انت مبسوطه في علاقتك بجوزك؟ اه يا دكتور. طيب انت راضيه عن علاقتك الجنسيه ومبسوطه بيها؟ فالاجابه بتبقى هو الموضوع ده اصلا بيبسط حقيقي؟ هو احنا مش بنعمل الموضوع ده بس عشان نخلف او عشان ربنا ما يغضبش علينا؟ الناس بتتخض. اول حل لده كلنا ان احنا نتكلم، ان احنا نتكلم في اللي احنا محتاجينه، ان احنا نتكلم في اللي احنا عارفينه، ان احنا نتكلم في اللي احنا مش عارفينه. حتى وانا طبيب نفسي لما ابتدينا نرتب للتوك ده، انا في السنين اللي فاتت بشتغل اكتر الوقت مع ستات وبنات، اشتغل مع ناس كتير عندها مشاكل في علاقات، ومع ذلك بعد ما تحمست للتوك جدا بنص ساعه اتكلمت في التليفون، قلت لهم جماعه هو انتوا ليه ما فكرتوش انه يجي يتكلم عن التوك ده بنت او ست؟ انا شكلي مش عاطفي، طب مش حريمي بالمره، اي بنت هتبقى ريبريزنتنج الموضوع اكتر. وخدت بالي ان اللي حصل ان انا وقعت في نفس الغلطه، دماغي ضحكت عليا وصورت لي انه دي مشكله البنات والستات. الحقيقي ان هي مشكلتنا احنا، هي مشكله رجاله. هنفضل عطلانين في ده؟ هنفضل طول الوقت بنفكر هي مشكله ست ولا مشكله راجل؟ هي مشكلتنا احنا الاثنين. ساره بنوته 26 سنه، رجعت من الخليج على الجامعه، معلوماتها عن الجنس الاخر كانت بسيطه، هي متربيه طول حياتها هناك، عندها 3 اخوات ولاد، شايفه ان هم ليهم حقوق اكتر شويه، بيخرجوا بينزلوا بيتحركوا، بتحاول تتعرف على العالم الاخر. فبدايه اول سنه جامعه تعرفت على شاب زميل من كليه تانية، اكبر سنه او سنتين، مثقف متفتح قارئ بيلعب مزيكا بيدرس لغه، ابتدى يتكلم معاها عن حقوقها، ابتدى يتكلم معاها عن افكارها عن الدنيا، ابتدى يتكلم معاها عن ان هي ازاي ليها حقوق زيها زي اخواتها، ابتدى يتكلم معاها عن ان احنا محتاجين نبقى في علاقه مع بعض، ابتدى يتكلم معاها عن ان هو بيحبها، وبما ان احنا بنحب بعض وعندنا احتياجات فزي ما عادل امام كان بيقول يعني. بس في حاجه بسيطه بصراحه، انت شكلك مليان شويه، ممكن تخسي؟ حاضر هخس. لا عضمتي، ده منظر، شفتي الكيرفي، في اشكال، في حاجات بتحصل. طيب انا هتخن، اتخن واخس واتخن واخس، وفكرتي عن نفسي بتتكون من اللي هو شايفه. مش على طول الشخص العنيف او المتحرش او اللي في علاقه مؤذيه حمدي الوزير. الشخص ده قاعد في وسطنا هنا، ممكن يبقى شبهي، ممكن يبقى حد مثقف لطيف، بس هو بيبرر ده بالحريات وبالانفتاح وبانه احنا كلنا سواسيه، بس انا ينفع اعرف واحده واثنين وثلاثه واربعه. ساره اكتشفت الموضوع ده، ويبدو انه خلاص قصه انتهت وهي طلعت من العلاقه. بس اللي حصل ان انا لاحظت انه اول ما ساره كانت بتزورني اسمها رفيع، فسالت هو ده العادي بتاعك؟ اه يا دكتور. المره اللي بعديها اسبوع الثاني الثالث، ساره مش بس رفيعه، ساره بتخس. فلما سالت اكتشفت انه ساره من سنتين كان وزنها 60 كيلو، دلوقتي هي 46 ولسه عايزه تخس. ساره قالت جمله، انا مش عايزه حد يركز مع جسمي تاني، انا عايزه اتاكد انه العلاقه الجديده اللي انا هدخلها ما حدش هيبص على جسمي. ساره بقت عارفه امتى الاذيه بتيجي، ساره ابتدت تميز امتى اللي بيبص على الكراسه اللي في ايدي بيبص عليها ولا بيبص على الحته اللي جنب الكراسه. ساره ابتدت تقلل وزنها، ولما بتدوخ وبتضطر تاكل بتاكل وبترجع. ساره ابتدت فكرتها عن نفسها تتلخبط تماما، لدرجه ان هي في لحظه معينه كانت قريبه ان هي تنتحر. ده مش دراما، دي الحواديت الشخصيه اللي انا بشوفها كل يوم. حظي ان انا بشوف ده، بتعامل مع ده، الحمد لله هي عايشه وهي عدت بده. اللي تعرضت له ساره علميا يقع تحت تعريف الصدمه او التروما. الصدمه المقصود بيها انه في اي موقف شخص بيتعرض له يتجاوز قدرته على الاحتمال، يهزيه نفسيا او جسمانيا. مخنا قبل وبعد الصدمه بيختلف، بنشوف الامور بصوره مختلفه، بيفضل في صوره من الحدث اللي حصل متعلقه عشان تفكرنا انه ده ما يحصلش تاني. لما بنيجي نعالج ده
ما عندناش آلة زمن نرجع ونمسح الحدوتة، بس اللي احنا بنتعامل معاه النتائج، ايه اللي جاي بعد كده. زي ما شفنا نتائج سيئة، في ناس تانية بتطلع بخبرات إيجابية. أنا ممتن جدا 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 لحد شجاع جميل موجود في وسطكم النهاردة. أنا مش حاضر أقول اسمها، بس أنا حسميها جميلة، لأن هي عرفت تنهي علاقة مؤذية بالمنظر ده، وعرفت عن نفسها حاجات مختلفة. عرفت إن هي فنانة، عرفت إن هي بتصور، عرفت إن هي بتشتغل شغل بإيديها، عرفت إن هي تقدر تعتمد على نفسها وتقول لأ لعلاقة وتوقفها حتى لو مفيش حد حواليها. عرفت إن هي ما تشيلش أدوار في عيلتها وفي صحابها لمجرد إنه الناس محتاجة منها ده. عرفت إنه فكرتها عن نفسها هي اللي بتكونها، مش الشخص التاني، مش اللي بيأذيها. هي بتزور دكاترة نفسيين يمكن فوق 10 سنين، بس هي بالنسبة لي في السنة اللي فاتت مرجع أكتر من حد أنا بساعده. شكرا شكرا شكرا. تأثيرها ممكن يكون واقف عندها، حظي أسعدني بحد تاني تأثيره وسع للناس اللي حواليه. ياسمين تجاوزت علاقة مؤذية والموضوع تحول إنه بقى مشروع حياة. ياسمين قررت إنها هتساعد كل الناس اللي بتمر بالتجربة دي. ياسمين بتعمل تجربة في منتهى الروعة، إنها بتعمل ورش حكي، الناس بتقعد تتكلم عن اللي حصل، تفهم عن نفسها، تشوف ناس تانية بتعدي بده، تشوف ناس تانية بتكبر، تشوف ناس تانية بتخرج بره الدايرة دي. اللطيف إنه الناس دي ما فضلتش واقفة عند إنه الرجالة أعداء وسيئين. هي شخصياً الحمد لله ارتبطت واتجوزت بعد ما خلصت من علاقة مؤذية طويلة، بس أول خطوة كانت إنها تشوف إنها ما اتحركتش غير لما قبلت إنه ده حصل فعلاً. ده كلامها بالحرف، أنا وأنا شخص مثقف ذكي متعلم جميل، ده حصل لي لمدة 3 سنين وأنا كنت قبلها. طول ما أنا بتعارك مع الفكرة دي ما بعديش. لما قبلت الفكرة دي عدت وتحركت وتصالحت مع نفسها، وبنسبة كبيرة تصالحت مع الرجالة. على ذكر الرجالة، اللي أنا عايز أوصله لكم النهاردة الكلام، الرجالة والبنات والستات محتاجين يتكلموا. البنات والستات اللي موجودين في القاعة واللي برا القاعة تكلموا. لو حد اتأذى هو مش وصمة، هو مش عار، هو مش غلطان. انت اتأذيتي وانت هتحمي نفسك وانت هتساعدي غيرك. لما تبقي محتاجة، لما تبقي محتاجة احتياج جنسي، ده مش قلة أدب، ده جزء من أدبيتك. لو أنا كراجل أنكرت عليكي ده، فأنا بنكر على نفسي وعليكي جزء من أدميتك. الرجالة محتاجة تتكلم، محتاجين نتكلم ونقول إن إحنا بنغلط، محتاجين نتكلم ونقول إن إحنا بنأذي، محتاجين نتكلم ونقول إن إحنا بنحتاج، محتاجين نتكلم ونقول إنه إحنا ممكن نعيط ونتضايق، وده مش ضعف، وده مش معناه إن إحنا أقل، ده معناه إن إحنا زي بعض. لو أنا بفكر إيه اللي أنا عايز أسيبه لكم، أنا عايز أسيب رسالة إنه كلنا محتاجين نتكلم. أنا شخصياً عندي فكرة ما إنه اللايف اكسبكتنسي بتاعتي 60 سنة، فأنا دلوقتي عندي 34 سنة بلغة بتوع الكورة، أنا في أول الشوط الثاني، وكما يقول الكابتن مدحت شلبي الشوط الثاني شوط المدربين. لو أنا عايز أدرب، لو أنا عايز أعمل كوتشنج، أول حد محتاج أعمل له كوتشنج يحيى. عايز أقول له يا يحيى، اوعى تفتكر إن كونك ولد أو راجل بيديك ميزة نسبية في حاجة. يا يحيى افتكر انه الست ممكن تكون والدتك، ممكن تكون اختك، ممكن تكون مراتك. يا يحيى لما تغلط قول انا غلطت. يا يحيى لما حد قدامك يوري ضعف ما تتكاش عليه. يا يحيى اتكلم، يا يحيى انت راجل.